الله والصلاة والسلام على رسول الله من أمريكا من مطار شيكاغو، عائد إن شاء الله إلى بلدي وموطني. بعد ما قصيت بوردنج جاني مقطع عن وزير الصحة مع أحد المواطنين، فحسيت أنه في حاجة بخاطري، فحبيت أن أسجلها إلى الجروب الخاص اللي عندي. فأنا أقول أول حاجة في بحمد لله تدوم النعم وبالكفر تزول النعم. النظام الصحي في أمريكا، الحكومة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، لا تتكفل بعلاج أي مواطن أمريكي، صغير كبير ذكر أنثى ما تعالج، حقوق مرأة طفل شايب كبير ما هي موجودة في الصحة. معاك تأمين تتعالج، ما معك تأمين تدفع فلوس، ما معك لا تأمين ولا فلوس مع السلامة. مواطن أمريكي وش ما كان اسمك وفصل كلونك وشكلك، مع السلامة حبيبي. هذا واحد. فالحمد لله يعني يكفي أني أقول لك أن عندنا كيف الحمد لله نظام الصحة والمستشفيات، يكفي أنك تدخل وتطلع ما تدفع الفلوس. إحنا نضيق بعض المرات ربع ساعة انتظار، نص ساعة انتظار، الدكتور فلاني جنسية معينة، ناخذ في الجنسيات ما ناخذ في العلم. والشيء يذكر، التعليم في أمريكا تقدر تقول أنه مجاني وتقدر تقول بفلوس، من ابتدائي إلى الثانوي مجاني، ما تدفع الطالب ما يدفع ولا ريال ولا دولار. ولكن كل صاحب بيت في أمريكا يدفع ضريبة للمدرسة اللي بجنبه. فإن بغيت تقول مجاني مجاني، وإن بغيت تقول بفلوس فلوس. التعليم الجامعي بأمريكا، جميع المدارس، جميع الجامعات في أمريكا تدفع دولارات مقابل التعليم، ما في شيء ببلاش، ما في مكافأة تنزل لك وتجي بعد الصيف تنزل لك مثل رجعي حق الصيف كله، ما هي موجودة في أمريكا. في أمريكا تكرمون يكرم السامعين نظام التنظيف البلدية، وتكرمون الزبائن، لك مرة في الأسبوع تجيك السيارة عند بيتك وتدفع 174 دولار كل ثلاثة شهور، يعني 500 ريال الحمد لله وقارب. في أمريكا لا تستطيع أنك تشاهد أي قناة تلفزيونية ما لم تدفع فلوس دولارات، تدفع دولار تشوف، ما تدفع دولار ما تشوف. سالفة قمر عربسات نايلسات ما هي موجودة، كلها عن طريق الكيبل. في أمريكا سعر النت في أمريكا الواصل البيوت سعر يعني قارب 500 ريال حق ثلاثة شهور، لكن يعني قارن. فبحمد لله تدوم النعم وبالكفر تزول، فاللهم لك الحمد والشكر على النعم اللي احنا فيها، ونطلب المزيد ونطلب الأفضل. من حقي كمواطن أطلب الأفضل، لكن ما من حق الناس أنها تتكلم وأنها ترسل صورة سوداوية. رسالة إلى كل الإعلام اللي دائما يسلط على أشياء السوداوية.